خير بنات، مساء النور. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ومرحبا بكم في القناه ديالي البسيطه والمتواضعه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الماسك خصيصا لهالوقيته ديال فصل الشتاء. كما كتعرفوا جميع ملي كتنخفض درجه الحراره بزاف وكتنخفض معدل الرطوبه في الجو، لابو ديالنا كتنشف بزاف، وهذا الشيء غادي يعانيوا منه اكثر الناس اللي عندهم البشره الجافه. في حالي انا تماما لابو كتنشف بزاف، كتبقى تقشر، حتى اللوك والمنظر ديالها كيتبدل، ما كتبقاش فيها واحد النضاره، كترجع لابو والوجه ديالنا كيبان تعبان. وهاد الشيء كامل، هاد الجفاف الحاد ديال البشره كيؤدي للشيخوخه وتكون تجاعيد. على داك الشيء ما خصناش نبخلوا على لابو ديالنا بالترطيب والماسكات فحال هاد النوع اللي كيغذيو البشره من الاعماق وكيعطيوها الترطيب والتغذيه الكافيه، خصوصا في هاد الفتره هادي ديال فصل الشتاء. الوصفه غادي نحتاجو فيها مواد اللي ديجا خدمنا بهم، قدمنا بهم ماسكات للوجه للشعر وهضرنا على جميع الفوائد ديالهم، فلا داعي للتكرار. غادي نحتاجو بنانه، ياغورت طبيعي، وبودره الحليب لو لي اون بودغ. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. غادي ناخذ ربع ديال البنانه، غير ربع، وغادي نقشروها وغادي نهرسوها بالفرشات. من بعد ما هرسنا ربع ديال البنانه ديالنا على هذا الشكل هذا، دابا غادي نزيدو عليه جوج معالق صغار ديال ياغورت طبيعي، جوج معالق صغار ومعلقه صغيره ديال لو لي اون بودغ، بودره الحليب. اي نوع عندنا ماشي مشكل، انا كنستعمل بودره ديال النيدو. صافي، وغادي نحرك هاد المكونات كامله مزيان مع بعضياتها. الماسك ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا. من بعد ما حركناه مزيان كناخذوه كنغسلو الوجه ديالنا في الاول، كنطبقوا هاد الماسك هذا على الوجه ديالنا كامل والعنق، كنخليوه نص ساعه. من بعد كنغسلو بالماء الدافئ وكنعاودو بالماء البارد. هذه الفكره ديال اليوم البنات، خصكم تستعملوه جوج حتى لثلاثه المرات لنتائج رائعه ان شاء الله. هذا الماسك ماشي غير كيرطب البشره في فصل الشتاء، فهو كيعالج مشكل حب شباب، كيوحد اللون، كيحيد لي طراس وكيبيض. غادي نخلي لكم كذلك كاع الماسكات اللي يقدروا يعاونوكم في هذا فصل ديال الشتاء، غادي نخليهم كاملين في صندوق الوصف. هذه الفكره ديال اليوم البنات، كنتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا في التعاليق. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي لاول مره، اشتركوا في القناه باش يوصلهم ديما الجديد ديالي، وخليتكم بألف خير. تهلاو في راسكم البنات، باي باي.